وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. مرحبا بك سعادة الوزير في نشرة أخبار الثالثة. إذا كيف تقرؤون أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي والإعاقة للمستحقين في شهر رمضان؟ في البداية حبيت أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام أن هذا الأمر الكريم يأتي تجسيدا لرؤية التطلعات قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية للتمكين الاجتماعي والاقتصادي عبر تعزيز كل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. كما نثمن عاليا أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مضاعفة مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان الفضيل كما جرت عادة سموه سنويا، وهذا ما يؤكد عليه الرعاية والاهتمام الدائم ويوليه سموه لمختلف فئات المجتمع البحريني. وفور تلقي الوزارة هذا الأمر باشرت على وجه السرعة بتنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصبح مبالغ المخصصات المستحقة للمواطنين في حساباتهم المصرفية بتاريخ 15 مارس الجاري. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.